الحدود بيحقق أول فوز ليه في الدوري الممتاز. وزي ما قلت لكم قبل ما يدخل معايا حتى كابتن أحمد أيوب عنده فرقة محترمة جدا، ومعظم المباريات اللي فرج على حرس الحدود الفرقة بتبقى كويسة في الملعب، بتعمل أداء جيد في الملعب. هي مشكلة وأنا هتكلم فيها مع كابتن أحمد بعد لحظات، إنه دايما عندهم مشكلة في إنهاء الهجمات. يعني الفرقة بتوصل كتير، بينقلوا كرة صح، بيدافعوا صح، بس إنهاء الهجمات دايما في حاجة. ده طبعا يتكلم فيه اكتر او يتكلم فيه بشكل افضل كابتننا الكبير كابتن احمد ايوب المدير الفني لنادي حرس الحدود. يا كابتن احمد الف مليون مبروك الفوز الاول، الفوز اللي تاخر كثيرا يعني. تحياتي ليك يا كابتن كريم ومتشكر على كلامك الجميل. في البدايه بقول الحمد لله، يعني اول فوز في الدوري هو تاخر طبعا كتير الاسبوع التاسع، لكن في النهايه يعني هي ثلاث نقط مهمين وجون في توقيت مهم بعد خساره قاسيه من نادي الزمالك الاسبوع اللي فات. صح. يعني يمكن الخساره ما تعبرش عن اداء الفرقه خاصه في الشوط الاولاني. صح. ولكن الحمد لله يمكن التماسك والكلام مع اللعيبه والروح القتاليه اللي كانت موجوده النهارده يمكن هو ده اللي كان دافع لينا، ربنا كرمنا وخدنا ثلاث نقط النهارده برضه من فرقه كبيره وعندها سكواد كبير وعندها مدير فني خطير، فناخد ثلاث نقط منهم النهارده من البنك الاهلي ده مكسب كبير جدا جدا بالنسبه لنا كمان بنبني عليه للفتره الجايه، ثقه للعيبه كبيره، لعيبه يمكن تصدق بقى انها تقدر تكسب، تصدق انها تقدر تجيب جون واثنين في المباراه، لان انا عندي مشكله في الحته التهديفيه. صح. النهارده توفيق ربنا كان معانا ولازم اعترف بكده، يمكن النهارده في روح في رجول في الملعب، ولكن غلبت على الطابع الفني اللي احنا متعودين عليه المباريات اللي فاتت، ولكن في النهايه اهم حاجه الثلاث نقط زي ما بيقولوا. يعني عارف يا كابتن احمد انا بحييك وبحيي لاعبي حرس الحدود على فوز النهارده، بس يعني بالنيابه عنك وبالنيابه على اللاعبين كمان انا عايز احيي اداره حرس الحدود، انا ما اعرفش العلاقه عامله ازاي، بس انا بحييهم عشان بعد 8 جولات 8 جولات وفي استقرار. انا بعد اذنك انا بس هكمل دي، انه في استقرار في الجهاز الفني وفي استقرار للاعبين، دايما دايما الاستقرار دوت اكيد هيودي لنجاح بعد كده. فالنهارده ده تكليل لشغلك وشغل اللاعبين واداره بتدي السبورت والدعم. يعني طبعا خليني سلاك اشكر نادي وزاره حرس الحدود بقياده اللي هو عماد اليماني قائد القوات ورئيس النادي على دعمه المستمر وصبره طبعا على الفرقه، واحنا كلنا بنتحمل المسؤوليه وكلنا عندنا هدف واحد، احنا عارفين ان احنا عندنا قدرات معينه بنشتغل من خلالها، ويمكن بدايتنا كانت صعبه في الدوري مع فرق من العيار الثقيل، يمكن ما كناش موفقين في مباريات كتير جدا جدا، يمكن انا بقول لك انا بالنسبه لي لعبت 9 ماتشات يمكن 7 ماتشات ونص كويس وافضل من الفرق اللي بلعبها، ومباراه ونص ما كنتش كويس وانا بعترف بكده، هي مباراه سيراميكا والشوط الثاني مباراه الزمالك، استثناء كده لا انا كنت كويس، كنت لو ما كنتش ايكوال مع الفرق اللي بلعبها لا كنت افضل، وجات لي فرص اكتر كان ممكن اهدف ويبقى حصيله اهدافي اكتر من كده، كان ممكن النقط بتاعتي تكون اكتر من كده، ولكن ده نتيجه ايه؟ نتيجه اللي فيه لعيبه لسه اول مره تلعب على استاد القاهره، كان عندنا لعيبه صغيره، يمكن قله الخبرات شويه في الملعب، واحنا برضه كنادي وكجهاز فني ندفع الضريبه دي ونسحب اللعيبه دي عشان برضه تبقى لعيبه كويسه في المستقبل. صح. والحمد لله النهارده دي مكسب بيضيف لينا وبيدينا ثلاث نقط وبرضه بيخلينا يمكن احنا ما عدلناش من موقعنا في الجدول، ولكن انت بقيت مع الناس نقطه الفتره اللي هي فرق جدا 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 في ترتيب الفرقه. طيب احنا داخلين دلوقتي يا كابتن احمد خلاص على شهر يناير، وده رايي مش عارف راي حضرتك انت، اكيد الاضرب فريقك، بس اكيد انت محتاج تخش فتره الانتقالات الشتويه بتدعيمات في الخط الهجومي، يعني الفرقه كلها ماشيه بشكل كويس منظمه بشكل كويس، بس عندكم دايما حاجه في نهاية الهجمات، فاكيد انت محتاج ناس خبره قدام. يعني يمكن انا طبعا الحمد لله الفرقه منظمه بشكل كويس واقفه بشكل كويس، وده الشغل اللي انا اشتغلته معاه من بدايه مع الفرقه من بدايه فتره اعداد، والحمد لله ده واضح في الملعب. ما قدرتش اجيب الفيروت اللي يقدر ينتهز فرصه او يجيب فرصه ويجيب جول، اللعيب اللي يقدر يوصلني للجول بسرعه، دي المشكله الحقيقيه اللي عندي في الفرقه. صح. احنا الفتره الجايه بندور على العناصر دي. احنا جبنا احمد علي مهاجم مواليد الثوره، لعيب عنده خبره كبيره دوري ممتاز بيقدر يجيب جول في اطار التعاقد مع مهاجم افريقي من اثيوبيا بيلعب في اثيوبيا. جبنا معاه فلوس برضه خبره في وسط الملعب بيلعب في الدوري كتير، وان شاء
شاء الله. وفي عندنا كوكو اللعيب الافريقي من اللعيبه المميزه جدا جدا جدا، والمفروض ده كان معايا في الفرقه الاساسيه، ولكن لظروف البطاقه الدوليه ما كانتش وصلت، ففقط فتره القيد الاولانيه، ولكن هو معانا، هيبقى معانا ان شاء الله يناير ان شاء الله. هايل، كل التوفيق يا كابتن احمد. الفوز الاول بهنيك عليه، انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد ايوب المدير الفني لفريق حرس الحدود.